بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة عادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهني وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية لتحقيق طموحات وتطلعات شعب بلاده الصديق في المزيد من التقدم والتطور